شكرا. صباح الخير للجميع. في البداية أتقدم الشكر الجزيل إلى الحضور الكريم الذي شرفنا في هذا اللقاء، كما أنني أشكر الدكتور شعيب حليفي على إتاحة هذه الفرصة من أجل المشاركة في هذا اللقاء الثقافي، كما أننا نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة الفاضلة الشاعرة الطاهرة حجازي التي تجشمت يعني عناء الحضور إلى هذا اللقاء بغية مشاركتنا فيه. سأحاول أن أتطرق في هذه المداخلة إلى العنوان، ثم سأنتقل إلى البنية المعجمية والتركيبية والبلاغية فضلا عن التناصي، وسأختم كلامي بالمقصدية الاجتماعية للشاعرة. إن أول عتبة يتوقف عندها القارئ والدارس لعمل أدبي ما هي العنوان، وذلك لما يحتله من مكانة في ولوج عالم العمل الأدبي، لأن العنوان يشكل وحدة دلالية تكثف في غالب الأحيان كل دلالات العمل الجزئية. وفي هذا السياق نلفي أن عنوان الديوان الشعري من الناحية التركيبية يتكون من كلمتين تشكلان مركبا إضافيا، قيض مضاف والهجير مضاف إليه، وهذه العلاقة التركيبية لها دلالة تتحدث في تضافر المكونين النحويين معا في ارتباط دلالي يؤدي معنى محددا، إذ من معاني القيض شدة الحر وارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف وحرارة الصيف إلى آخره. أما الهجير فلا يخلو هو الآخر من دلالات متعددة في المعاجم، والذي يعنينا منها هو دلالته على نصف النهار عند اشتداد الحر، وهجير النهار هو نصفه الحار الشديد صيفا. ومن ثم فإن الجمع بين دلالات الكلمتين تترتب عنه إشارة إلى شدة الحر في النصف الشديد الحرارة من النهار، فضلا عن كون هذه الحرارة دلالة على الاحتراق واللهب والنار، ورمزية هذا الاحتراق العربي الذي يستعر في نفس الذات الشاعرة يؤكده الإهزاء الذي أهدته الشاعرة إلى الشاعر السعودي عبد العزيز محي الدين خوجة، حيث تقول في الإهزاء: إلى إنسان ألهبه الإحساس فوسع تدفق مجاريه. إلى الشاعر عبد العزيز محي الدين خوجة في تصوفه واحتراقاته وعصارة بوحه المضني من ديوانه أصفار الرؤية، وإلى كل من اكتوى بجمرة العروبة والوطن. إن قارئ ديوان قيد الهجير للشاعرة المغربية الطاهرة حجازي لا يعدم كونه ديوانا مليئا ومثقلا بهموم وأوجاع الإنسان العربي، ذلك أنه يعبر عن مشاركة الذات الشاعرة التي تلتهب وتحترق من شدة حرارة القضايا العربية التي تقود مضجع كل عربي من المحيط إلى الخليج. وعلى رأس هذه القضايا نلفي القضية الفلسطينية التي تناثرت مؤشراتها في كل قصائد الديوان، على أن الشاعرة عبرت عن مشاعرها المحترقة باحتراق الوطن العربي ومواقفها أمام ما يتعرض له هذا الوطن، ومن ثم تقديمها إنذارات وتحذيرات للذات العربية وللآخر رمز الاحتلال والاضطهاد. ونمثل لهذا الهم العربي الإنساني بقولها: يا فتيل الجمر دعني أقطف من شريانك جمرة امتصت لظاها من قهر الشعوب. أما استنهاضها للإنسان العربي الذي استكان للخمول والكسل فقد تجلى واضحا في قولها: ورجع الصدى منا في الغياب حضور ضامر من قهقهات الجبن والارتخاء. وهكذا يمكن القول إن الديوان الشعري مليء بصرخات وتوجعات الذات الشاعرة الثائرة والرافضة لكل أشكال القمع والاضطهاد اللا إنسانيين الذين يتعرض لهم الإنسان العربي المضطهد، فضلا عن كونها توجه دعوتها صرختها للضمير العربي الذي سيطر عليه السبات واللامبالاة. ومن ثم تسعى الشاعرة إلى إلقاء الجمرة التي تحرقها وتحرق لغتها في قلب الإنسان العربي ليشاركها في المأساة والآت في البحث عن خلاص يخفف عن الشعوب المقهورة ما جثم ويجثم على صدرها بسبب تشبثها بوطنها وعروبتها. وفيما يلي وقف عند البنية المعجمية والتركيبية والبلاغية للديوان متوقفين عند التنص لننتهي إلى مقصدية الشاعرة الاجتماعية. يضم الديوان حقلا معجميا مهيمنا على قصائده، بيد أن هذه الهيمنة لا تعدم وجود حقول دلالية جزئية تتضافر فيما بينها لتشكل دلالات الحقل المعجمي المهيمن. فمن الحقول الدلالية الجزئية نذكر: حقل الألم الذي تدل عليه مجموعة من الكلمات من قبيل آنين، جريح، نزيف، ثكلة، الصداع، الألم، غرقة إلى آخره، ويعد هذا الحقل الدلالي نتيجة حتمية لحقل الصمت الذي أيضا تعبر عنه الكلمات: الآذان وقر اللامبالاة، عجز انحناء اللامبالين، المروق الهوان، ذل الصمت، السخافة الانتظار، انكسار نستكين الإملاء.
السكوت الصمت المقبور، على أن المتأمل في حقل الصمت الذي لا تكاد قصيدة واحدة تخلو من تكرار لكلمة صمت أو مرادف لها أو ما يؤدي دلالتها، يستشف حال العالم العربي بحكامه ومحكوميه، تلك الحال التي يتربع الصمت على عرشها، وفي ذلك دلالة على الانكسار والعجز عن رد ضربات الظالم الغاشم والرغبة الشاعرية في إرجاع الكرامة للإنسان العربي. وتعبر الشاعرة عن هذه الحال المنكسرة بقولها: ملكون الصمت حتى أيقنوا أننا في حبائل القهر. كما أن هذا الصمت العربي الطويل جعل العرب بدون خارطة أو جادة واضحة، حتى وصفتنا الشاعرة بأطفال الشوارع، حيث تقول: كأطفال الشوارع خارج البرامج، خارج الحدود، وخارج صنع القرار. إلا أن الذات الشاعرة بعدما احترقت بهذا الصمت وتجرعت ويلاته باعتبارها ذاتا مندمجة ومنصهرة في الذات العربية الجماعية ومشاركة للهب الذي يحرق قلبها وأرضها وإنسانيتها، ترفض الاستكانة والاستسلام لسلطان الصمت وما تولد عنه من محن وإحن، ومن ثم تعلن عن حقل الرفض الذي عبرت عنه كلمات كثيرة من قبيل رفض الضمير الارتقاء، تعانق تقصف يعني تخض تستشف تمزق الامتناع الرفض انتشلني ضمخني الخلاص الصدق المعنى البعث إلى آخره. وهذا الرفض تتناثر ألفاظه ومرادفاته على طول وعرض القصيدة الوطن العربي، ونمثل لهذا بقولها: خذ يدي سافر بها إلى حيث الخلاص. وفي قصيدة أخرى تقول: لم أعد أطيق هذا المروق، زفنته وزفنت معه الهوان، أنا روح تماهى في الرفض يبعثني، في التحدي أغزل منه الرذاذ. وهكذا يبدو جليا أن الشاعرة تسعى إلى استنهاض وشحذ همم الإنسان العربي حتى يثور في وجه الاحتلال الذي عصف بالأراضي العربية عامة وفلسطين خاصة. هذا النداء الثوري الرافض لكل أنواع وأشكال القنوع هو الذي دفع بالشاعرة إلى استلهام واستحضار حقل الرؤية والنبوءة الذي ينهل من معجم ديني إسلامي باعتباره إلى جانب اللغة والتاريخ آصرة من أواصر الأمة العربية. وليس صدفة احتراق شاعرتنا بلغة الضاد الثائرة واستلهامها الخلاص والعون بعودتها، أي اللغة العربية، وتشبثها برابطة الدين الإسلامي. حقل الرؤية، يعني هنالك عبارات كثيرة تدل على حقل الرؤية، منها: خيوط الأولياء، وصايا الأنبياء، رموز الخواطر، الأزمنة الحوامل، المكرومات، أضمخ وجهي، أزمزم نفسي، الله أكبر، سموق الأنبياء، أتقفاها، إلى آخره. على أن رفض الشاعرة للأوضاع المزرية دفع إلى طلب العون من الله الذي ميزان عدله لا يتأرجح، يبين ويعلن. ومن ثم فإن رؤيا الشاعرة تراهن على أن الزمن القادم سيهتك حجب كل المؤامرات والدسائس التي حكت وتحاك ضد الشعوب العربية المقهورة. كما أن هذه الرؤية ذات الشحنة والنفحة الإلهية ستبين خطأ حسابات الإنسان العربي. إن هذه الحقول الدلالية وغيرها من قبيل حقل الموت، الاغتراب الوجود والحضاري، الإرهاب الماضي، تتضافر كلها لتشكل معالم معجم الاحتراق الذي يلقي بظلاله على الديوان كله، بدءا من الإهزاء وانتهاءا بآخر قصيدة. ومن بين الكلمات التي تعبر عن حقل الاحتراق: نلفي، نار، لهيب، الصيف، براكين، سعيرا، اللهب، المقاومة، رماد، طير أبابيل يؤججه، إلى آخره. ولعل هذا الاحتراق هو ما ستعقبه الثورة التي تأتي على الأخضر واليابس، ذلك أن احتراق الشاعرة بلهب اللغة العربية يأتي من كونها لغة متموقفة، هذه اللغة التي تشق الصمت الأبله، تشنق حنجرة الهوان، تدحرج الأشباح المصلوبة، الشيء الذي حمل الشاعرة على القول: أسلطن لغتي على جبابرة الأرض، أدق أعناقهم في مملكة المعاني. وتقول في قصيدة حجارة الغضب: نحن هنا لا مأوى للخوف، لا خوف من الموت، لن يزيدنا التقتيل إلا إصرارا، لن تهزأ ثورتنا، جبهات القتال غورنا، براكين الغضب مضجعنا، جبين العزم توسدنا. إن استلهام الانتفاضة الفلسطينية الكبرى أطفال الحجارة وتوسل اللغة العربية والدين الإسلامي لدليل على وحدة مصير الشعوب العربية، ودعوة وصرخة مزوية للشاعرة لإيقاظ الضمير العربي بما فيه من منعة وعزة وكرامة للثورة على جبابرة الأرض الصهاينة وكل المستعمرين، ورد الكرامة الإنسانية للإنسان العربي المقهور من المحيط إلى الخليج. اللغة، على أننا قبل أن نتوقف عند طبيعة اللغة نحويا وبلاغيا، لا بد من الإشارة أن لغة الديوان تزوج بين اللغة الإنزياحية الإيحائية التي تخترق المألوف
وايضا في بعض القصائد من يعني من قبيل من نزيف القرات شروخ امشاج من الوهم حذاري يا يا لمنطق الارهاب نلفي النفحه السرديه التاريخيه حيث تقدم الشاعره ومضات تاريخيه مركزه للقارئ ان الكلمه ايضا سلاح في يد الشاعر يرفعه في وجه جبابره الارض الذين استباحوا كرامه الانسان العربي والاتي حسب قول محمد مفتاح والآتي أن اللعب بهذه الكلمة تعبير على أن الشاعر لا يقنع بالعمل ضمن هذه القواعد التكوينية وإنما يريد أن يضيف لها قواعد أخرى تنظيمية التي دعاها البلاغيون بالمحسنات البديعية التركيب النحوي وبعد يمكن الإشارة إلى أن النقاد العرب أجازوا للشاعر ما لم يجوزوه للناثر وفحوى هذا الأمر أن الشاعر يمارس خلقا نحويا لقواعد اللغة التكوينية لكن في الديوان نجد احترام رتبة الجملة الفعلية يعني ومن أمثلة ذلك يلفظ حمم التخاذل تشطر عيني تكسر سمعي أحرقها في جوفي أثور في اللهب كما أن جزءا كبيرا من الديوان يستهل كل سطر شعري بفعل مضارع كما هو الأمر في المثال أعلاه وهذا الالتزام برتبة الجملة الفعلية أعطى للديوان حركة انسيابية في ترجمة تجربة الشاعرة النفسية وتعبيرها عن رغبتها وآمالها المستقبلية في بعث الأمة العربية هناك أيضا تقديم وتأخير مثال وأعين الشمس في شرايين البؤس تتفجر إذ نلاحظ أن الشاعر تقدمت الفاعل أعين وأخرت الفعل تتفجر يعني وكان بمقدورها أن تقول تتفجر أعين الشمس في شرايين البؤس إلا أن الخاصية البلاغية الاستعارية تغيرت رتبة الجملة الفعلية إذ للشمس عيون تتفجر وللبؤس شرايين تتنفس وهكذا يمكن القول إن للتقديم والتأخير وظائف دلالية وتداولية على أن تقديم كلمة وتأخير أخرى تتحكم فيه مقصدية المتكلم وغايته سأمر مباشرة إلى التركيب البلاغي تعد الصور الفنية خاصية جوهرية في كل خطاب شعري ولعل هذا ما يفسر تعدد اهتمامات النقاد البلاغيين عربا وغربيين بأنواع الصور الفنية ومقومتها وفي هذا السياق يمكن التمثيل للتشبيه يعني بقولها كالشمس أهتف الأقنعة حيث شبهت الشاعرة كلمات شاعر المشرق بالأندلس بالشمس وتشكل عنصر التشبيه إلى جانب الأداة المقالية الكاف هو النور والوضوح والإعراب الذي يكشف عن الغموض والأسرار ويبدد الأوهام أمم كأطفال الشوارع سيرنا ثمة مشبه هو أمم ومشبه به أطفال الشوارع تربط بينهما الأداة المقالية أيضا الكاف وقد تضافر عنصر التشبيه للتعبير عن حال الأمة العربية التي جعل منها الاحتلال والاستعمار أمما مختلفة تهيم على وجهها في الشوارع متشردة والذي يجمع بينهما هو انعدام البوصلة أو الهدف والمعنى من الوجود الاستعارة في هجه الجباع يتكحل به الكرى تستحم فيه الجفون ففي هذه الأسطر استعارتان أولاهما استعارة مكنية حذف فيها المستعار منه العين ورمز له بشيء من لوازمه وهو الفعل يتكحل وفي ذلك تعبير عن حال العيون المسلمة أمام ضبابية وظلام الرؤية العربية وثانيتهما مكنية أيضا إذ صرح فيها بالمستعار له الجفون وحذف منها المستعار منه الإنسان فعوض بأحد لوازمه الاستحمام ولعل المقصود وراء هذه الاستعارة هو وصف حال الأمة العربية التي اطمأنت واستسلمت للسوات العميق وفي هذا على أن الديوان أيضا مليء بالمجازات لذلك سنمثل لها به والزمن ضاق ذراعا بحتوفنا وفي هذا السطر مجاز عقلي لأن الزمن لا يضيق ذرعا وإنما نحن من ضاق ذرعا بالموت العربي المستمر مع حركة الزمن التي لا تكترث لتعثراتنا وانكساراتنا المتتالية نخلص إلى القول إن لغة الديوان حافلة بصور فنية متنوعة تسعى كلها إلى وصف حال ذات الشاعرة خاصة والأمة العربية عامة ومحاولة خلق غد مشرق يتأسس على قيم الصدق والإخلاص للإنسان والوطن العربيين خامسا التناص يشكل التناص عنصرا مركزيا في كل خطاب إنساني إذ تأتي أهميته حسب محمد مفتاح من كون الباحثين يتفقون على أن التناص شيء لا مناص منه لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهما ومن تاريخه الشخصي أي من ذاكرته وعلى هذا الأساس يمكن أن نحدد بعضا من مظاهر وتجليات التناص في ديوان قيد الهجير في النقطة الآتية يبرز التناص جليا في استحضار الشاعرة للمتن الشعري للشاعر السعودي عبد العزيز محي الدين خوجة ونمثل لذلك بقصيدة ويحرق البوح لغتي حيث تستلهم القيض والاشتعال وكل ما يرمز إلى الثورة والانتفاضة وينجلي التناص المباشر أيضا في استحضار أسماء الإعلام التي
يقول محمد مفتاح التي تحمل تداعيات معقدة تربطها بقصص تاريخية أو أسطورية وتشير قليلا أو كثيرا إلى أبطال وأماكن تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكان. تحضر أسماء الأعلام في الديوان باعتبارها تنصا مع فترات من التاريخ العربي في حصون بني النضير وبني قينفاع وإيوان كسرى وقيصر الروم وبني أمية في قصيدة حذاري. ويأتي هذا الاستحضار التاريخي الموجز الموحي ليقيم مقارنة بين الحال العربية في الماضي وما آلت إليه في الحاضر، على أن لحضور الأماكن العربية دلالة تنضاف إلى دلالات المقارنة بين حالي الأمة العربية، بيد أن هذه المقارنة ليست طرفا وإنما الهدف منها اقتباس قبس يذكي فتيل الأمة العربية ويبعث فيها روح الإيباء والمنعت. إذ في الديوان يحضر الفرات ودجلة وبغداد، يعني رموز الحضارة العربية ومعمرها من أشوريين وبابليين، فضلا عما فعله التتار في ربوعها، كما نلف فلسطين والقدس دلالة على أماكن المقاومة الفلسطينية باعتبارها أرض الرفض التي تطالب الشاعرة اللغة بحملها إليها. إن ذكر الشعراء والأمراء والخلفاء العرب له حضور كبير مقرون باتخاذهم موقفا مما آلت إليه الحال، حيث نجد ابن زيدون وشيخ المعرة يستنكران الحالة، والمتنبي يموج ويضطرب من هول المآل، والحجاج يرتوى من الدماء حتى صاح كفى كفى. أما هارون الرشيد فإنه يستفسر ويستفهم لعبة الأيام المتداولة، والمأمون في بيت حكمته يقرأ الموت العربية في دفاتر العباقرة. وهذا الاستدعاء للأموات من قبورهم يحمل معه استدعاء لأوج الحضارة العربية في بغداد والأندلس. وغاية الشاعرة من هذا الاستدعاء تتضح في قولها في دفاتر أستحضر الأموات من التاريخ يبعثون بالمجد يرشقون مخالب الذاكرة المعفرة. تجدر الإشارة أن التاريخ في قصائد الديوان يحضر موجزا في إحالات تاريخية مكثفة وموحية، كأنها تضع أمام القارئ علامات تاريخية بارزة ترشده إلى الفترة التاريخية المقصودة. أما التاريخ العربي المعاصر فإننا نلف حضورا للانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في 8 دجنبر 1987 ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشتهرت بانتفاضة أطفال الحجارة، حيث نقرأ في قصيدة حجارة الغضب: جدران مزكوكة، صخور مبثوثة، وأطفال التحدي طير أبابيل، ضوعوا النصر إقرارا. وهكذا نقرأ تاريخ القضية الفلسطينية في قصائد مختلفة من الديوان، حتى أن الحجارة صارت قضية من قضايا فلسطين. وفي قصيدة يا لمنطق الإرهاب نقرأ نظرة أغلبية الدول العربية للمعارك الفلسطينية، إذ حرفتها من كونها مطالبة بالكرامة والتحرر إلى الإرهاب، وهذا ما ترفضه الشاعرة وتصححه إذ تقول: إن كان منطق الإرهاب تتويج النصرة بالإياد فأنا حقا إرهابية وألف قاتلة. ثم تتناصم أيضا مع الدين الإسلامي، يعني على أن هنالك ألفاظا كثيرة يعني تعبر عن هذا التنص يعني مع الدين الإسلامي، لأن الشاعرة استلهمت كثيرا من العناصر من الدين الإسلامي عامة والقرآن الكريم خاصة. يعني بهذا يعني تقول الشاعرة: هذا كتاب الله آياتنا، لو نطقناه لنجاب الكرب واستبانت العبر. وبهذا يغدو التشبث بكتاب الله والعودة إليه سبيلا لأخذ العبر وانقشاع الوهم والباطل. ولكن هذا الفعل لا يتم إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا، حيث تخاطبنا الشاعرة في استلهامها للآية القرآنية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الرعد الآية 11 تقول الشاعرة: غيروا ما فيكم عساكم أن تتغيروا، لا يغير الله ما بقوم حتى ما بأنفسهم يغيروا. وأخيرا المقصدية الاجتماعية، خلص الناقد المغربي محمد مفتاح بعد عرضه ومناقشته لمختلف النظريات اللسانية والسيميائية التي اهتمت بالخطاب الشعري وما ارتبط بها من دراسات، إلى أن كل العناصر المتشاكلة والمتباينة من أصوات ومعجم وتركيب نحوي وبلاغ وتداول أيضا والتنص تتحكم فيها مقصدية المرسل. وهكذا نرى أن المقصدية الاجتماعية للشاعرة وهي وصف حال الأمة العربية ومقارنتها بالماضي التاليت، ومن ثم حمل الضمير العربي على قراءة التاريخ واستلهام الدروس والعبر منه والتشبث بمقومات الأمة العربية من وحدة لغوية وحضارية وتاريخية ودينية ومصيرية، بهدف رفع الحصار عن الإنسان العربي من المحيط إلى الخليج وبخاصة الإنسان الفلسطيني. وبهذا يمكن القول إن مشاركة الشاعرة لهموم وطنها العربي وتوجعها بتوجعاته وتأوها بتأوهاته
وصراخها بصرخاته، كل عناصر شكلت نفسية الشاعرة الثائرة والرافدة لكل أشكال القنوع والخضوع والداعية إلى الثورة المزدوجة، الثورة على الخطابات الجوفاء التي تلوكها الدول العربية، والثورة على انتهاك كرامة الإنسان في الأراضي الفلسطينية خاصة والعربية عامة. وهذه النفسية انعكست شكلا ومحتوى على قصائد الديوان، سواء أتعلق الأمر بلغته أم باستلهامه لمعجم الاحتراق الذي يتناص مع ما هو تاريخي وديني وحضاري، ولعل في ذلك إشارة إلى البعد الإنساني الذي يعاني القهر على وجه البسيطة. على سبيل الختم، بناء على ما سبق، نخلص إلى القول إن ديوان قيد الهجير تعبير عن صرخة الذات الشاعرة التي اكتوت بهزائم ومعاناة وطنها العربي، ومن ثم توسلت الكلمة سلاحا فتاكا لموقفة لغتها حتى تعبر عن الرفض والثورة سعيا وراء مستقبل ظاهر للإنسان العربي. شكرا على حسن الإنصات. شكرا الزميل محمد الورداشي على هذه القراءة الرصينة والنفاذة، والتي استطاع من خلالها أن يقف عند استجلاء المقومات الفنية والتداولية الواردة في ديوان قيد الهجير، وإن كانت ملامح التقاطع عبادية بين التجربتين في الديوان الأول أو في الديوان الثاني، من خلال سعي الشاعر إلى الإحاطة بأوكاد وهموم الأمة العربية، وإن كان الديوان الثاني يبدو أكثر ثورية إن صح القول، وذلك من خلال ما رصده هنا الباحث عبر الوقوف على البنيات التركيبية والمعجمية والتداولية، متوقفا عند المقصدية الاجتماعية للشاعرة، فضلا عن تجليات مظاهر التناص في قصائد الديوان، منتهيا إلى استنتاج مركز مفاده أن الشاعرة توسلت لغة فنية انزياحية تمتح من النفحة السردية، وذلك لتمسرح أوجاع ومعاناة الإنسان العربي جراء الاستعمار الداخلي والخارجي. قبل أن نواصل فقرات هذه الصبيحة الأدبية، ألفت عناية الحضور الكريم إلى المبادرة الطيبة والكريمة التي جاءت بها أستاذتنا الطاهرة حجازي، وأن عند حضورها أن أحضرت مجموعة من الكتب النقدية سيتم توزيعها عند نهاية هذا اللقاء. شكرا لكم أستاذتي على حسن صنيعكم. إذن إسهامات أستاذتنا لا تقتصر فقط على مجال الشعر والكتابة الشعرية والبوح والتعبير الشعري، بل مثل ما جاء في التقديم فإن للطاهرة حجازي إسهامات في مجال التنظير والخطاب التربوي تحديدا، وذلك في كتابها بيداغوجيا الإبداع في شعر الطفل. هذا الكتاب كلف وعكف على إنجاز قراءة فيه الطالب الودود مصطفى بودولة، فليتفضل.